فكري. هذه الندوة الفكرية تحت عنوان قراءات في مذكرات الأستاذ عبد الهادي بوطالب، تقدمها بمناسبة الذكرى 10 لوفاة الراحل الكبير الأستاذ عبد الهادي بوطالب رحمه الله. ويشارك في هذه الندوة عدد من الأساتذة والباحثين حسب البرنامج الموزع عليكم، حيث ستعقد هذه الندوة في جلستين. وقبل كلمة الافتتاح التي سيقدمها الأستاذ مجيد بوطالب رئيس المؤسسة، سنعرض عليكم شريطا موجزا في حوالي 15 دقيقة سيتعرض لمراحل هامة من حياة الأستاذ عبد الهادي بوطالب. لكن قبل عرض الشريط سنقرأ الفاتحة ترحما على الفقيد الأستاذ عبد الهادي بوطالب وعلى كل الشهداء والوطنيين الذين قدموا خدمات جلة لهذا الوطن من أجل استقلاله وتقدمه ووحدته الترابية، وفي مقدمتهم جلالة الملك المغفور له محمد الخامس وجلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله تراه وأدام الله في عمر جلالة الملك محمد السادس حفظه الله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. السيد ولي جهاد الدار البيضاء أبو سطات، السيدة ممثلة سفارة فلسطين، السيدة رئيسة جامعة الحسن الثاني، السيد عميد كلية الأدب عين الشق، السيد ممثل المندوبية السامية للقدماء المقاولين مجلس التحرير، السيد رئيس مجلس الوطني للصحافة، السيد ممثل المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة يزيسكو، السادة القضاة والإعلاميين والأساتذة الباحثين، أيها السادة أيها السيدات أيها الحضور الكريم. يسعدني اليوم أن أفتتح هذه الندوة الفكرية التي يشارك فيها عدد من الأساتذة والباحثين الذين نوجه لهم التحية والتقدير على مشاركتهم ومساهمتهم في هذا الملتقى الفكري الذي ننظمه مؤسستنا بمناسبة الذكرى 10 لوفاة والدنا الأستاذ عبد الهادي بوطالب رحمه الله. كما نوجه التحية إلى كل الحاضرين والذين تحملوا مشقة السفر لمشاركتنا في هذه الندوة. لقد اخترنا في هذا الملتقى أن نتناول بالقراءة مذكرات الأستاذ عبد الهادي بوطالب، وهي مذكرات غنية بمساراتها المتعددة من المسار الحياتي للراحل إلى مساره الوطني والسياسي، إلى المسار الذي عاشته الحركة الوطنية بدءا بكتلة العمل الوطني ومرورا بما عرفته من انقسامات وانتهاءا بما شهده تاريخ المغرب الحديث من التفاعلات من الحماية الاستعمارية إلى عهد الاستقلال، وهي تفاعلات كان فيها الأستاذ عبد الهادي بوطالب حضور متميز في عديد من محطاتها ومراحلها السياسية. سيداتي سادتي، إن اختيارنا لهذا الموضوع هو اختيار لإبراز هذا الغنى وهذا التنوع، حيث تمثل هذه المذكرات وثائق تاريخية يمكن الباحثين والإعلاميين الرجوع إليها في كتاباتهم وأبحاثهم، أن جوانب من هذه المذكرات كثيرا ما نصادفها على صفحات الجرائد، مما يدل على أهميتها وعلى أن كاتبها ما زال حاضرا بيننا رغم غيابه عنا إلى دار البقاء منذ 10 سنوات. وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن جلالة الملك محمد السادس نصره الله قد وضع رهن إشارة الباحثين والطلبة
فضاء يحمل اسم عبد الهادي أبو طالب في المكتبة الوسائطية بمسجد الحسن الثاني، وهذا بقدر ما يؤكد على اهتمام جلالته بالبحث العلمي، بقدر ما هو كالتكريم كذلك للراحل الأستاذ عبد الهادي أبو طالب، وهذا فخر تعتز به العائلة والمؤسسة. إن هذه المذكرات التي تتوزع على عدد من المؤلفات، من بينها ذكريات، شهادات ووجوه، وكذلك مؤلف، وهذا المؤلف يضم 1000 صفحة، وكذلك الكتاب نصف القرن في السياسة، وكذلك هذه قصتي، وتتوزع أيضا على عدد من المقابلات التلفزيونية، من بينها برنامج قناة الجزيرة القطرية الشهير شاهد على العصر، وبرنامج لكل الناس الذي كانت تبثه القناة المغربية الثانية. إن هذه المذكرات كما هو الحال بالنسبة لغيرها يمكن للنخبة السياسية العودة إليها لاستخلاص العبر والدروس، حتى تأخذ منها الإيجابيات، وحتى لا تسقط أو تكرر نفس الأخطاء التي عاشتها الحركة الوطنية أو النخبة الاستقلال. نعم، سيتناول السادة المحاضرون كل من زاويته جوانب من هذه المذكرات التي نريدها أن تنور الرأي العام بحلقات من تاريخ وشخصيات المغرب الحديث. لهذا سأترك المجال للمحاضرين الذين أجدد لهم وللحاضرين والحاضرات كل الشكر والتقدير على وجودهم معنا لتخليد الذكرى العاشرة لوفاة الأستاذ عبد الهادي أبو طالب رحمه الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أدعو المسيرين الجلسة الأولى سي المنصوري عثمان إلى المنصة، وكذلك السيد الفالي والسيد بوشنتوف والسيد معنينو. المنصوري سيدير هذه الجلسة الأولى. نعم.